هنري نص الجدعنه. ثم قال بريبيتش، بريبيتش ما هو استاذ نشأة طول ما انت ما بتقول بريبيتش ما فيش حد من الجمهور هيجي لك. انت ايه اللي معادك هنا كده في اول حلقه وانا لسه ببدا الحلقه؟ استاذ نشأة انت صعبان عليا، عارف انت لو بتقول كلام بقى من الكلام الحلو الناس كلها هتجي لنا في اللوكيشن كده، هيقعدوا ورا الكاميرا ويسقفوا ويزيطوا وتبقى ايه؟ بس بس بس, بس ايه انجز، عايز ايه؟ انا فكرت في مشروع كده ونفضها سيره من البرنامج بقى ونفتح المشروع اللي في خيالي، قرشين منك على قرشين مني ونفتح مشروع جديد بقى ونفضله من سيره البرنامج. والله نفسي اعمل مشروع مغربي. طب قول لي انت في دماغك فكره يعني؟ انا في حته ارض عندي في العباسيه. حلو. بس الارض دي ايه؟ واسعه وبرحه. الله. نفتح فيها سيرك. سيرك ايه يا مغربي؟ انا وانا قاعد على الفيسبوك كده وقاعد بتصفح لقيت ان تركيا خلاص جابت ورا وهتسلمنا الناس اللي عندها كلها. الناس اللي هي ايه مش ولا بد دول. ايوه مغربي سامعين الكلام ده يعني، بس ده علاقته بالسيرك. يا استاذ نشأت، ما احنا هنجيب الناس دي تعمل لنا بقى الفقرات جوه السيرك. انت قصدك نفتح سيرك ونجيبهم يشتغلوا فيه. طب واحد زي الواد محمد ناصر ده نشغله ايه؟ عندي ليه حته فقره بنص مليون جنيه. ايه قول لي. عارف يا استاذ نشأت انت فقره الاسود؟ لا يا راجل، هتجيب محمد ناصر مدرب اسود؟ لا انا هغيرها، هخليها فقره القرود. هتجيبه مدرب قرود؟ لا، قد من القرود. دي لايقه عليه قوي. طب والواد معتز مطر؟ شفت يا استاذ نشأت فقره السكاكين؟ فقره السكاكين دي اللي هي بيحط واحد على الحيطه ويجيبوا حد يقعد ينشل عليه كده وبتاع. بالظبط يا استاذ. لا بس دي فقره خطر برضو، ما هو ممكن يحتف السكينه ترشق في عينه. لا ما احنا هنوقفه بظهره. ايوه ما هو برضو السكينه ممكن ترشق في عينه يعني برضو كده. بقى فاضل مين يا استاذ؟ زوبع. ده خليه عند امه. طيب تمام يا مغربي، حلو قوي المشروع نبقى نفكر فيها، بس دلوقتي المهم بقى الفقره بتاعت التوك شو عشان خلاص البرنامج بدا اساسا. عارف قهوتك يا استاذ، عارف قهوتك. قهوه ايه يا مغربي؟ انا بقول لك الفقره. يا استاذ نشأت انا هروح اكتب الفقره وسيادتك هتقراها وهتقطعها وفي الاخر هتقول لي اعمل لي قهوه. والله بقيت بتفهم يا مغربي، كتر خيرك. والله كلها خبرات يا استاذ. حبيبي حبيبي، مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ما وراء. لا انا بقدم خلاص، انا الحلقه هتبتدي. مع السلامه. مش طيب يا استاذ نشأت، كنت يلا يا حبيبي يلا اهلا بحضراتكم. يلا يا رخم، مساء الخير اهلا بحضراتكم. اوعى علم من قدام الكاميرا. التوك شو بعيدا طبعا عن احلام مغربي الغريبه، فاللي بيتابع تصريحات تركيا الرسميه في الفتره الاخيره اكيد بيسال هو في ايه؟ يعني ايه اللي حاصل؟ هي مالها تركيا كده بدات تجيب ورا يعني؟ جاب ورا. مصر حلوة، مصر جميلة، وبنرحب بجهود مصر. وأردوغان يقول لك احنا أقرب لمصر من اليونان، ومستشارين نازلين كده بطاقم حنية علينا يعني. يا جدعان في ايه؟ هي مش مصر كانت بالنسبة لأردوغان الإخوان وبس؟ من كام يوم ظهر لنا فيديو كده لمحمد ناصر كان مستضيف فيه حد من رجالة أردوغان. ناصر اتخض قوي وهو بيسمع كلام الراجل عن مصر. والله رياكشن ناصر كان بيضحكني، وإن السعودية بتتدخل في الموضوع. ناصر وشه اصفر في لحظة كده، تحس إنه سرح لدرجة إن أنا شخصيا تخيلت إنه كان بيحلم بفرج. محدش بيستخبى من قدره، كله رايح، كله رايح. لا كله راجع يا عم ضياء، ما تقلقش كله راجع. حمد لله على السلامة يا هشام، تسلموا يا ابطال. كله هيتقال له حمد لله على السلامة. مصر ما بتنساش اللي غلط فيها. وتخيل بقى لما يكون اللي غلط دي من النوعيات اللي عايشة في تركيا دول، ويوميا على بابا الله بيدوروا شتيمة في مصر وافتراءات وادعاءات على مصر. عمك معتز مش كنت بتصفر؟ ونزلوا صفروا وبتاع. مفيش صفارة صفر بايديك، احنا قد ناس بنصفر طول اليوم. مفيش صفارة تصفر بايديك. زمامير 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 زمامير. ده مغربي هيصفر في ودانك انت ومحمد ناصر وزوبع ومشهور وحرنكش وكل شلة مكملين وايمن نور والرجالة والستات. وعشان نبقى فاهمين بس، جزء من الاعلام الاخواني في تركيا، الاعلام ده بينقسم لنوعين، ناس عايشه وناس كويس انها عايشه. اللي عايشين نوعيات زي محمد ناصر ومعتز مطر وزوبع وسامي كمال، وطبعا الجدع اللي قاعد على الكيس اللي هناك ده اللي اسمه ايمن نور، دي اللي بتتحول عليه الفلوس. اللي يرضى عنه يا بخت، هياخد دولارات ويسكن في فيلا او شقه تحفه تحفه، ويبقى معاه خدم وعربيه ويعني سبحان العاطي عبد العاطي. وجنب دول بقى في حبه كده من الاخوان محسوبين على الاعلام زي قطب العربي، وناس ثانيه كده يعني اقسم بالله ما تعرف محسوبين ازاي على الاعلاميين، بس ربنا فاتحها عليهم والسكه رايحه مع قطر ودولاراته وبرفاناته ومرتباته حاجه زي الفل. في مجموعه تانية بقى على جنب كده، دي لا عارفه تطبل لايمن نور ولا عارفه تجيب مسائل لمحمد ناصر ولا شغاله في الازرق لقيادات الاخوان في تركيا، يعني من الاخر ناس اتضحك عليها وبيتلعب بيهم الكوره. النوعين دول عايشين في خلاط واحد، والاثنين مرعوبين من فكره التقارب بين تركيا ومصر. بصوا بقى، احنا قلنا التقارب ليه؟ لان لا في صلح ولا في اي حاجه حصل. كل ما في الموضوع ان تركيا عماله تخسر وكل رهاناتها بتضيع واقتصادها بيتراجع واحده واحده بشكل مرعب، وكل ما تحط قبالها على موضوع
معين تلاقي مصر واقفه فيه. احنا جامدين قوي. لا غاز متوسط هتاخد منه حاجه ولا بترول ليبيا، والناس العاديين في تركيا اللي هم مش خرفان بيسالوا عن سر العداء ده ومع مصر بالذات ليه، وليه عمالين نعاديها كل شويه. فما فيش قدام تركيا الحقيقه غير انها تشوف مصر عايزه ايه، او بالبلدي كده ترمي بقى.